طبعا كانت القضيه الفلسطينيه دي مهموم بيها جدا جدا قبل موضوع القافله وكنت اجي البيت افتح التلفزيون والكلام ده قلته كذا مره فطبعا ما صدقت. جيت تاني يوم بفتح الفرشه بتاعتي فلقيت اللهم صل على النبي قافلات معديه عاملاها قريه اسمها قريه مخمان في جنوب الجيزه. فعيل ماشي مع باباه بيقول له يا بابا عربيات رايحه فلسطين. فانا بطل من خلف الفرش فلقيت فعلا القافلات معديه فحسيت ان حاجه من ريحتهم الحلوه جايه عليا. فابتديت ان انا امسك البرتقال واحدف على العربيات وارمي السواقين في الكابين واقول لهم كلوا من دول سيبوا اللي ورا يوصل فلسطين. لحد ما سواق رن عليا وقال لي يا عم ربيع ان شاء الله يوصل ان شاء الله يوصل. وفعلا الراجل ده بشرني بارك الله فيه. كان يوم جمعه وقال لي صباح الفل يا عم ربيع، صباح النصر عليك، برتقانك وصل فلسطين. قد كيف انا كنت في سعاده وكنت في سرور. بس يا عم ربيع دي كانت حركه تلقائيه يعني ما كنتش مرتب لها ولا والله العظيم يا فندم ما تعرفش ان حد صورك. والله ولا اعرف حاجه عن الترند ده. واحلف على مصحف والله امام الله جل في علاه وامام الناس ان انا ما استفدت جنيه من الترند ده لحد النهارده اللي بيقولوا عليه. ناس تقول لي على صفحتك اللي هي جنه فواكه ربيع الصعيدي مشاهدات وعلى صفحتك مش عارفها. مش انا والله العظيم لا اعرف اشغل النت. انا موكل واحد حبيبي كده مفيش داعي ذكر اسمه بالصفحه ولكن سالته بس. فحسيت ان موضوع الترند والحاجات دي هيعمل فتنه ما بيني وما بين الشخص ده وانا بحبه جدا جدا وبحترمه. فخلاص تركت موضوع الترند ده وسلمت الصفحه للشخص دوتي. وانا الحمد لله رب العالمين. ورغم عليا لحد الوقت والله العظيم بعض الديون. عليك لحد دلوقتي فلوس؟ عليا حوالي 80,000 او 76,000 حاجه زي كده. واصحابهم معروفين بالاسم هنا في جنوب الجيزه.